السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أسمر. نروح ونرجع بكم للزمن الجميل، زمن الجيل الذهبي، جيل التسعينات، وين كانت الجزائر في حالة راكو كامل تعرفوها. نتفكر جدي كي كان يتسوق كل خميس، نستناو بفارغ الصبر باش يجيب لنا حلوة السميد، وحنا كنا نعيطوا لها حلوة الخميس على خاطر كل خميس يجيب لنا منها، والنوقة نوقة الكاوكاو. الله يرحمك يا جدي ويوسع عليك. اليوم جبت لكم هذه الوصفة نتفكروا بها الصغر، نتفكروا بها الأيامات تاعنا اللي فاتوا، وجبت لكم بطريقة مضبوطة ويعني سهلة بزاف. ما تنساوش تهبطوا أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس. روحوا ما نطولوش عليكم ونشوفوا المقادير تاع هذه الوصفة، تبعوني بالتدقيق وبالتفصيل. بسم الله على بركة الله. هنا عندنا ربع كاس نتاع الماء، ربع كاس نتاع الماء. عندي كاس معمر نتاع السكر. عندي هنايا زوج كيسان نتاع السميد، يكون رقيق ولا متوسط السميد اللي عندكم استعملوه. الكاس تاعي ناقص منه صبع واحد. عندي الوان مختلفة، عندي الاحمر ازرق اخضر وعندي الازرق. هنا اول خطوة ولا اول طريقة اللي راح نستعملها ولا نبدأ بها، بسم الله، نجيبوا كسرونه، اي كسرونه جات عندكم في الدار استعملوها، طاوه ولا كسرونه، اي حاجه كل واحد يسموه. نفرغوا فيها الكاس تاع السكر، انزل لها ربع كاس نتاع الماء. نروح نحطوها على نار تكون متوسطه ماشي عاليه بزاف، ونخلو السكر تاعنا يبدا يغلي مع التحريك، ما ننساوش نقعدوا نحركوا فيها. من ذاك نبداو نحركو فيها باش السكر تاعنا ما يتحرقش. حتى نشوفوه يوصل لدرجة الغليان، كي يبدا يغلينا مليح السكر تاعنا ويبدا يدير الرغاوي يعني يبقبق مليح، هنا نحيوهم فوق النار. كما راكم تشوفوا راهو بدا يغلينا مليح مليح، يعني السكر تاعنا يذوب الداخل. هنا واش ندير؟ نحكم ملون غذائي، يعني الملون انا حكمت له الاحمر، درتو في الفنجان، درتو شويه تاع الماء باش ما يقعدش مكركب، يعني ما يجيش الحبيبات باينين حموره، يجي كامل لون موحد في هذاك السيرو اللي خدمته تاع السكر والماء. راح نفرغ فيه الملون الغذائي الاحمر، راح نزيد نفرغ فيه زوج كيسان تاع السميد ونبدا نخلط. فرغت الاول، راح نزيد نفرغ الثاني ونبدا نخلط، يعني هذا هو العبار تاعو، مقادير مضبوطه. انا هنا الفوي تاعي ما ساعدنيش، راح نبدا نخدم بالمغرف. هنا كما شفتوا راهو تخلط لي كامل وتحصلت العجينه والمسكه، راح نرجعها فوق النار تكون متوسطه قليله، ونبدا نخلط فيها لمده دقيقتين، زوج دقائق وحنا نخلطوا فوق النار. راح نشوفوها بدا يطلق روحه، لازم الدقيق تاعنا يطيب ما يجيناش خضر، كما نقولوا خضر، لازم تاعنا الدقيق نطيبوه شويه فوق النار مع هذيك الخليط. هنا نجيب الصينيه درت فيها ورق الشفاف، وراح نفرغ الخليط ونسويه. انا راح ندير الوان مختلفه، درته كامل في صينيه واحده باش ما نقويش عليا بزاف الماعن. واذا تحبوا نتوما ديروه في مول وتحطوا طبقه فوق طبقه ومن بعد تقصوا. كما راكم تشوفوا راح نسويها ونرجع لكم الوصفه، يعني اللون الثاني بنفس الطريقه ونفس المكيال. حطيت سكر، ربع كاس تاع الماء، خليته غلا، وحندير ملون الغذائي الاخضر، وندير زوج كيسان نقسم منهم اصبع نتاع الدقيق. ونرجعوها فوق النار لمده دقيقتين، وحنا نحركوا فيها مع التحريك، دقيقتين فوق النار مع التحريك، وراح نفرغوها كذلك في الصينيه نتاعنا مع اللون الاحمر. راح نسوها، قلت لكم حلوة تاع بكرين، تفكروا يامات زمان، يامات الصغر. انا كل ما نشوفها نتفكر جدي الله يرحمه اللي كان يجيبها لنا كل خميس، عندنا نعيطوا لها حلوة الخميس على خاطر كل خميس يتسوق
يجيب لنا هذا الحلوان تتسناه بفارغ الصبر. تعرف الطفل الصغير كي يتسنى حاجة بلهفة كانت النوقة، النوقة تاع العسل ولا النوقة تاع البيضة هذيك. انا هنا خدمت اللون الازرق، خرج لي واحد اللون غريب جدا ما استعملته في مول تاع سيليكون وحده، ودرتهم قوالب صغار وخليتهم. عاودت خدمت اللون اصفر، خرج لي لون برتقالي، يعني الالوان هذه ديفو تهف كي ولكن كثروا منها تعاود تخرج كولور واحده اخرى. كما راكم تشوفوا انا حكمت هنا من بعد حكمت الرولو ومشيت من فوق بس سويتهم كامل على مره واحده. واش راح نديرو هنا؟ رايحين ان هذيك الورق الشفاف راح نغطوها من الفوق ونخلوها ترتاح في الثلاجة لمدة 4 ساعات، تقدر ديرو حتى ليلة كامل وهي في الثلاجة فريش، يديرو لها مكان بارد باش تبرد وتشد روحها. هنا خوتي خياتي بعد ما بات ليلة كاملة راني نحيتها من المول تاعها وشدت روحها مليح. هذه وصفتنا نتاع حلوة السميد، سهلة تاع الجلد الذهبي، عرفها غير الجلد الذهبي. ماذا بكم تسيها وتعرفوا بها ولادكم، احكوا لهم عليها. هاي الوصفة بزاف سهلة، هذه هي الصينية تاعي. بعد كذلك بعد ما شدت روحها راح نقلبها ونقصها الى قطع صغيرة. خوتي خياتي ما تنسوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر. ما تنسوناش بالبرتاج والدعم والإعجاب، التعليقات تاعكم خلونا التعليقات تاعكم، أي وصفة حبيتوها ولا أي وصفة قديمة حبيتوا نعودوا نحيوها لكم بطريقة سهلة ومبسطة راحين إن شاء الله بإذن الله نقدموها لكم. كما طلبوا مني حلوة النوقة وحلوة الحلقومة بإذن الله راحين نمدكم الوصفات عن قريب إن شاء الله. وان شاء الله هذو الحوايج القدم ما ننسوهم، مش نعود نفكرهم نعود نحيوهم، راهي من التراث نتاعنا، راهي من كما نقولوا حاجة من الذكريات لازم ما نتخلوش عليها ابدا. خوتي خياتي شاهيناكم في الجنة، تهلاو في روحتكم، سلام. ما تنسوش بالدعم ودعوة الخير اخواتي، سلام.